ان شاء الله. الباب الثاني، العدسات والمرايه. هنبدا النهارده المرايه المقعره. المرايه المقعره حلقه مهمه جدا النهارده. المرايه المقعره صفحه اللامه للداخل. يبقى اول معلومه هعرفها عن المرايه المقعره، صفحه اللامه للداخل. في هنا المحور الاصلي، المحور الاصلي هنا قاف قطب المرآة، قاف قطب المرآة، قطب المرآة. هنا المحور الأصلي، هنا في نقطتين متساويتين أو قطعتين متساويتين، هنا ميم وهنا إيه باء. خلاص، باء ديت لو شورت على النقطة نفسها بقول البؤرة الأصلية، البؤرة الأصلية. الأساسيات النهاردة المرآة المقعرة هناخد فيه حاجة اسمها مسارات وفي حاجة اسمها خواص الصورة. نبدأ هنا، القطعة دي متساوية مع القطعة دي، قطعتين متساويتين. طب لو شورت من باب لقاف اسمها البعد البؤري، البعد البؤري، البعد البؤري الرمز بتاعه عين. قطب المرآة الرمز بتاعه قطب المرآة قاف. ميم مركز التكون، مركز التكون. في أساسيات عندي هنا ونشرحها كده سريعا عشان نبدأ نرسم المسارات وازاي نفهم المرآة المقعرة. يبقى العنوان بتاعنا النهاردة المرآة المقعرة. المرآة المقعرة فيها نوعين من الرسومات، رسم اسمه المسار، يعني إذا سقط شعاع موازي للمحور الأصلي ماذا يحدث له؟ هنفسرها دلوقتي إن شاء الله مع بعض، بس نقول التعريفات كده سريعا، وعندنا التعريفات طبعا في الكتب وسهل جدا إذا هنشرحها عشان ما أقعدش أكتب التعريفات، لأن أنا عاوز أفهمكم المسارات يعني إيه والرسومات الخاصة بخواص الصورة نعملها إزاي. أولا نمشي خطوة خطوة. قاف قطب المرآة، النقطة دي نقطة وهمية، يبقى ما المقصود بقطب المرآة؟ نقطة وهمية تتوسط المرآة المقعرة، نقطة وهمية تتوسط المرآة المقعرة. نحاول التعريف مرتين وبشور وبشرح على الورق عشان نبدأ المسارات على طول إن شاء الله. أنا عندي المسافة بين باء وقاف اسمه البعد البؤري، يبقى البعد البؤري ما المقصود به؟ يبقى المسافة بين البؤرة الأصلية وقطب المرآة. المحور الأصلي المستقيم المار للمركز التكون، المار مش من ميم لقاف، المستقيم المحور الأصلي أهو، ممكن أعديه بعد ميم كمان عشان ما حدش يوقفهولي عند ميم أو يتوقف عند ميم ويقول لي ده المحور الأصلي. المحور الأصلي المستقيم المار، يعني ممكن يكون أكبر من هنا عشان لما نيجي نرسم بنحط الصورة على المحور الأصلي، منحطوش ممكن ميم، ممكن أبعد من ميم، ممكن أقل من ميم، لازم نفهم العلوم كويس. ميم تاني أو هنقول المحور الأصلي تاني، المستقيم المار بين مركز التكور وقطب المرآة، ده اسمه المحور الأصلي. ده في محور ثانوي، لو ثبتت النقطة هنا عند ميم حركت الخيط أو الخط ده ومر القاف اسمه محور أصلي زي ما قلنا. طب لو مثبتة عند ميم هنا أهو كده ومثبتة عند ميم، خلاص مرت عند أي نقطة على سطح المراية يبقى المحور الثانوي. تاني لو مثبت خيط عند ميم كده ومر بقاف من ميم لقاف يبقى اسمه ايه؟ المحور الاصلي. لو مر باي نقطه على سطح المرايه غير قطبها اسمه المحور ايه؟ الثانوي. طب البؤره الاصليه، البؤره الاصليه عباره عن نقطه طلاق، نقطه طلاق، شوف انا مشاور على الباء اهو، نقطه طلاق. الاشعه الموازيه للمحور الاصلي، يبقى اي شعاع يوازي المحور الاصلي ينعكس مارا بالبؤره الاصليه، هو ده اسمه ايه؟ البؤره الاصليه. يبقى البؤره الاصليه تاني نقطه تلاقي الاشعه الموازيه للمحور الاصلي والمنعكسه من المرآة، اذا دي تسمى البؤره الاصليه. عندي مركز التكون، مركز الدائره التي تكون المرآة جزءا منها، مركز الدائره التي تكون المرآة جزءا منها، انا مشاور عليها. طب انا عندي مركز التكون قد البعد البؤري مرتين، لان القطعتين متساويتين اهو، والبعد البؤري نص نق، اذا في علاقه نعملها كده قبل الرسم. نق اللي هو نص القطر يساوي اتنين ايه؟ بعد بؤري. اذا البعد البؤري يساوي ايه؟ نق على ايه؟ على اتنين. اللي انا عملته دول ست
مفاهيم أساسية لازم نعرفهم ونقراهم ونفهمهم ونحفظهم من الكتاب عندنا. يبقى الواد هنا قلت 6 مفاهيم أساسية، قولها تاني كده مع بعض. نمرة 1 قطب المرآة، قلنا نقطة وهمية تتوسط المرآة المقعرة. رقم 1. رقم 2 البعد البؤري، البعد البؤري المسافة بين باب وقاف، المسافة بين البؤرة الأصلية وقطب المرآة. نمرة 3 البؤرة الأصلية، البؤرة يعني نقطة، يبقى نقطة تلاقي الأشعة الموازية للمحور الأصلي والمنعكسة من المرآة المقعرة. رقم 3 المحور الأصلي، المحور الأصلي هو المستقيم المار بمركز التكور وقطب المرآة زي ما أنا بشور كده. طيب رقم 5 المحور الثانوي، المستقيم المار بمين وأي نقطة على سطحها غير قطبها كده زي ما أنا بشور كده، من فوق كده أو من تحت. آخر حاجة مركز التكور. رقم 6 عبارة عن مركز الدائرة التي تكون المرآة جزءا منها. يبقى دول مفاهيم أساسية نحدد أمورنا كده عشان نعرف إحنا ماشيين إزاي والخطة اللي ماشيين بيها إزاي. طيب رقم 2 مسارات، يبقى في عنوان اسمه مسارات الأشعة، لأن في فرق بينها وبين الحالة التانية اللي هنقول خواص الصورة فيها. يبقى مسارات الأشعة، مش نركز كده، هرسم بصوا كده دايما برضو الإنسان يبقى إيه فاضل شوية، نخلي دايما الخط الأوسط ده أهو المحور الأصلي على الكراسة، على خط الكراسة خلاص، ونخلي خطين زي بعض وخطين زي بعض اهو، يعني نرسم صح كده عشان تبقى الرسمه حلوه ونظبط الرسم خلاص. قوس رياضه اهو، دي المرآه المقعره سطحها اللامع للداخل، النقطتين ده هما اهم حاجه نعملها بالمسطره. طب انت ما عملتش بالمسطره، معلش انت لو انت عملته اكتر من 5 6 مرات ايديك هتتظبط ان شاء الله، بالخبره بقى بتتظبط. انا رسمت الرسومات المطلوبه دلوقتي، هذا المسار الاولاني. المسار الثاني زي ما اتفقنا برضو نحاول نخلي ها زي ما قلنا قاف اهي عند خط الاوسط اهو، وفوق زي تحت يعني خطين او ثلاثه وخطين والتالت اهو، برضو نعمل الخط الايه الجزء المصقول ده اللي في ظهر المرايه، برضو قطع متساويه مهمه جدا اهي باء وايه ومين، دول حالتين اهو. نشوف الحاله الاولانيه، اذا سقط شعاع، اذا سقط شعاع موازي للمحور الاصلي، شوف السؤال، السؤال هنخليه رقم 1 اهو، ده السؤال اهو، يعني ممكن يجي لي كده في الامتحان هيجي يقول لي اكمل المسار، اكمل المسار، اكمل يعني هتشوف هتشتغل ازاي، ممكن كتابة اذا سقط شعاع موازي للمحور الاصلي فانه ينعكس مارا بالبؤرة الاصلية، دي الاجابة دي الاجابة، يبقى رقم 2 نخلي دايما الاجابة رقم 2. يبقى السؤال إذا سقط شعاع موازي للمحور الأصلي فإنه ينعكس مارا بالبؤرة الإيه؟ الأصلية. يبقى دي أول حاجة، يبقى أول حاجة إذا سقط شعاع موازي للمحور الأصلي فإنه ينعكس مارا بالبؤرة الإيه؟ الأصلية. دي أول حالة، الحالة الثانية عكسها، يعني إيه؟ إذا سقط شعاع مارا بالبؤرة الأصلية، عكس اللي فوق بالظبط. إذا سقط شعاع مارا بالبؤرة الأصلية. ده رقم 1 رقم 1 ايه اللي هيحصل؟ نركز في الاجابه، فانه ينعكس موازي للمحور الاصلي، انه ينعكس موازي للمحور الاصلي، اذا سقط شعاع مارا بالبؤره الاصليه فانه ينعكس مارا بايه؟ موازيا للمحور ايه؟ الاصلي. طيب نيجي للحاله الثالثه، الحاله الثالثه مهمه جدا ومليانه في المحافظات، مليانه في الامتحانات، نشوف اهميتها في ايه؟ هنا برضو قاف هنا باء هنا ايه مين، نبص كده قطعة وده قطعة، إذا سقط الشعاع مارا بمركز التكور، دي قطعة دي جزء الرياضة، إذا سقط شعاع مارا بمركز التكور شيء طبيعي، ده السؤال أهو ها شوف اللي هيحصل، فإنه يصنع زاوية قائمة رياضة، إذا سقط بمركز الدايرة على أي مماس هنا بيصنع لزاوية إيه قائمة؟ الإجابة من تانية إعدادي، فإنه ينعكس على نفسه، دي رقم 2، يبقى دي الإجابة. فالسؤال بيقول لي إيه؟ إذا سقط شعاع، إذا سقط شعاع مارا بمركز التكور فإنه ينعكس على نفسه، ينعكس على نفسه؟ ينعكس على نفسه، يبقى في الحالة ديت بنقول لأن زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس بتساوي إيه؟ صفر. الثلاثة دول المسارات،
طيب لسه في مسار نعمله اهو، حته صغيره، المسار الرابع بيجي كتير في الامتحان برضه، واستنباط. يعني ايه استنباط؟ يعني ممكن ما يكونش ايه مدمج في الكتاب بتاع مدرسة او ملخص. يعني استنباط يعني ايه؟ شوف هنا ب وهنا ايه مين، قطعتين متساويتين، ايه اللي هيحصل؟ طبعا هنا قطب المراية اهو، بيقول لي اذا سقط شعاع مارا او كما بالشد. ها الاجابة ايه؟ نتوقعها ايه؟ طبعا بنسأل كل سنة هذا السؤال، طبعا اللي يعمل لي كده واللي يعمل لي كده، وفي يا معلش يعني مفيش تركيز. إذا سقط شعاع، خدوا بالكم ده يعتبر عمود مقام، عمود مقام اه، ما القاعدة لسه قايلينها فوق اهي، القاعدة لسه قايلينها هنا. إذا سقط شعاع مرة بمركز التكور على أي نقطة في الدايرة فإنه يصنع زاوية قائمة، يبقى ده يعتبر عمود مقام اه، بنعتبر دي مباشرة زاوية السقوط. يعني ايه؟ بدأنا نفكر مع بعض اهو، فإنه ينعكس بحيث تكون زاوية واحد اللي هي زاوية السقوط بتساوي زاوية ايه؟ الانعكاس. دي تانية إعداد. يعني الإجابة كده؟ اه الإجابة كده. القطعة دي أو الجزء ده مهم جدا جدا جدا، ناخد بالنا منه. يبقى دي اسمها مسارات الأشعة داخل الايه؟ العنوان اهو، مسارات الأشعة أمام، ها؟ مسارات الأشعة أمام المرآة المقعرة. مهم جدا هذا الجزء. طيب ده الجزء الاولاني اللي اسمه مسارات، قلنا المفاهيم الاساسيه. برضو ما نكترش عليكم عشان برضو نمسك ورقه وقلم ونشتغل ونرسم، لان في رسومات كتيره في الجزء ده في الامتحان، فنجرب نفسنا عليها كويس النهارده ونراجعها ونثبت المعلومه في دماغنا. طبعا الجزء ده بيجي اكمل المسار، اكمل المسار خلاص، يبقى اكمل المسار عندي اهوت. ممكن كتابه اذا سقط شعاع موازي للمحور الاصلي فانه نقط، عشان يختبرك ينعكس او ينكسر. مرآه يبقى ينعكس، ينكسر في حاله الايه؟ العدسات. فانه ينعكس، فانه ينعكس مارا بالبؤره الايه؟ الاصليه. طيب السؤال الثاني، اذا سقط شعاع مارا بالبؤره الاصليه امام مرآه مقعره فانه نقط غير الرسم، فانه ينعكس موازي للمحور ايه؟ الاصلي. الحالة الثالثة في المسارات، إذا سقط شعاع مارا بمركز التكور فإنه ينعكس على نفسه علل، لأنه يصنع زاوية قائمة، وبالتالي فإن زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس بتساوي إيه؟ صفر. خلاص؟ بعد كده بنتكلم عن إذا سقط الشعاع، إذا سقط الشعاع بهذا المنظر بحيث يصنع زاوية مع المحور الأصلي فإنه ينعكس بزاوية انعكاس، يبقى في زاوية سقوط، دي زاوية سقوط من تانية إعدادي، زاوية سقوط، وهنا رقم اتنين زاوية ايه؟ انعكاس. دي كان آخر حاجة في حلقة النهاردة، إن شاء الله الحلقة القادمة هنشتغل على طول خواص الصورة أمام المرآة المقعرة، هنرسم جسم مرة عند مركز التكور، مرة بعد مركز التكور، مرة ما بين ب وميم، المرة الرابعة عندي أشعة متوازية، المرة الخامسة أقل من البؤرة الإيه؟ الأصلية. يعني في خمس مسارات أساسيين إن شاء الله هنرسمهم مع بعض في الحلقة القادمة. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا، نراجع الحلقات اللي فاتت، وفي حلقات مراجعة على النت موجودة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.